يا حبيبي انت ايمتى بده يجي الامر الالهي؟ كل من عليها فان. قالوا له حجر الكعبه عم بيحفروا، ما كان عارف محمد انه في بترول. شو بيجي بيعملوا العربين بلبنان؟ في مول هون اسمه ABC. نعم ABC حلو كثير. BNCNA ألف أرنب بطاطي تيش كلنا كنا نعرفهم بس عن علم. يجوا على ABC تاع الساعة 4 بعد الظهر 4. قلت لها يعني بفهم إنه في شو بنت صغيرة بس إنه على القليلة ضد الحلمات. قالت لي إذا ما في حلمات ما في مصاري. حلمات حلم حلم حلمة حليمة. أمي كعيفة قالت لي أمي مع التليفون وأنا مع التليفون، بس قالت لي ما تنيت بس العربين. وين تدرسي؟ هون عند رابيت، والرابيت بيعرفوا عليك. أنت معي رحتي رابة كمان. إذا كله بسببنا. قلت لها جوا جايين العربين، معنا وحدة عربينية شفتها مغطية بتشيل تاكل معكرونة، ما بتلحق تمصه تمصه مصعب هالمعكرونة، تكون شاشرت هالمعكرونة منها. وابنه معهم في صور. أنا هيك قلت له أنت بتعرف؟ قال لي أنا ابنها فعل عشان أقول شرموم استعدت وين؟ قالوا معك حق كله. قلت له هيدا هو باسمي؟ أمك هيك عم بتمص هيك، وهيدي عم تنتيكا، وهيدي هي أختك، وهيدا أمك، وهيدا هيك بتعطوا هيدا هيدا الناس عم تشوف الإسلام هيك من وراكم. حكيت الكراكون الدرك هونيك. قال لي تعالي لا شوف ايش بصير. قال الساعة 10. قلت له فوق اللي عم ضل مفتوحة للعربين. قلت له ما فيك تعمل شيء؟ قال لي هلا شوفي هيدا الشاب هيدا سعودي. قلت له هاي البنت من جونة من مسيحية مارونية معنا اسميه. منيح لعملية المواردي بركي بتفعل المواردي كمان. قلت له شو عم يعمل؟ قال لي هو من تلميذ صرع قدمي هون قدام الناس هيك مثل ما بحط الأصنص. قلت له ما فيك تحكي؟ قال لي لا جايين مهيجين وبينيكو. قال لي كانوا تحت يضلوا بالجراجات مع السيارات. قال لا لأنه عم بيصير كتير صريخ وصار في ثلاثة قتل طميناها ثلاثة نيكا وقتلها. وين الحل؟ في مطعم بالأبيسي بطعم سوشي وأنا بحب هالأكل. فت طلعت بواحد عيطت له قلت له ما في دخان هون هيك. قال لي لا على هالطاولة. قلت له هديك في طاولة في دخان إلي. قلت له عم تحط أكل سم بالأكل. قال لي شفتها بعيني سمبكوه الولد. قلت له لمين عم بتحطهم؟ قال لي للعرب بس. شو هو السم اللي عم بيحطوه؟ أرسنك. هو الأرسنك موجود بأعشاب البحر بس إذا بتحطه. رحت على ستاربكس ما بيدخلوا. لقيت هالبنات قصوا اثنين يور بهزوا وبزازوا ما في لكم الشرمطة. بموسم الشرمطة بيجوا كثير العربين. قلت له لواحد منهم بدي بان بده ما تحطوا له هاي. قال لي بعرف وانا مثلك بس وقفت اشرب وانصحيت. قلت له وقف هاي اللي بعد حطه. قال لي ما بيخلونا بدنا نوقف بس توقف هون بزيد سرطان البروستات بحطوا جيل. قلت له انا بجيب لك جيل طبيعي وحط لي كم كيس بان بدون ما تحطوه. بيبعت حدا راح منصور جيبه مش انا. اخذت بان منه ملوث واخذت بان من عنده فحصناهم بالسنكرو. كل واحد بده يكون مع سنكروميتر من الأوراق بتحطها بجيبتك بتركبها انت بس تفوت تحطها على الماكولات بتعرف انه فيها سم قديش فيها بتعطيك. هلا بيعملوها للناس كيف في ألم إذا معك $100 بتحط هيك بتعرف إذا مزور أو مش مزور. فرجيتكني هيك. هلا في سنكرو أنا كان عندي هيك بأمريكا بس شوف أمه بيع الطريق ومع الأولاد حط إيدي بجيبتي يجي البوليس أنا أخذ الأولاد والبي والأم يروحوا على مشفى مش بالحبس بتشغلوا أولادكم منيح. بس في فرقة كبيرة بأمريكا هيك في كتير في كتير وين ما كان بس في ناس عبون من الأمانة. أنا بيجوا لعندي على البيت يعيشوا معنا
يغيروا أكلون، عندنا بركة مي فيها مي وبلح، في عندنا طرق. هالعلاج موجود بعلم ميكروبيوتيك، مش ميكروبيوتيكان هالمترجمين من العرب بالموقع الإنجليزي بتشوفوه وتقروا إنجليزي. ما تقروا أي كتاب مع دائرة اسم مريم نور ولا كتاب، كله مشفر، لأنه هناك قضية الجهل. فإذا ما تفوتوا على أي مول، لا ما تميل من مول لمول، بيرش عليك عطر. ما تفوتوا بهالمكانات المشفرة. إذا اضطريت مثل المطار عنا وغيرهم، خليك بعيد، ضع نفس، اخترق بلا ما تحترق، اسرق مراج بالجسد. وقت اللي الملك حسين عرف بهالعلم قال له أنا عندي بالمطار ممنوع بكل المطارات العربية، قالوا له أنت إيه بس غير مطارات، هيك بتشفر الناس ونصير نشوف الرجيش عم يعمل بالبيت ومرته وليد وكل شيء من هني بالمجرة، بيطلعوا على 64 مجرة، طلعوا على الناسا وشافوا، قال هيدا نووي بالعراق، إجوا أكثر بيت. هيدا نور لأهل الذكر يا أخوتي، مش أهل الفكر. أهل الفكر حلو كتير، بس إذا تمسكت فيه وتحكم فيه بتصير كافر. بس إذا أنت بتقعد عليه كرسي بتصير أنت آية الكرسي، وهديك آلة على الكرسي تبع الكمبيوتر. أنا ماني كمبيوتر، بلعب بالكمبيوتر، ولكن بعرف هي زهرة بحطها بالبيت، يعني حطوا حبقة، حط مراية، كيف أشياء يعني اللي تدافع عنك. العلم اسمه فانك شوي، اسمه علم التوافق بالإسلام، مش فانك شوي. إجي بتحدي لعندي عربية، ما بعرف من أي بلد كنت بقولها، عربية عندي علم الفانك شوي، بس مثل العرب. قلت لها بس اللبس اللي لبستيه، قالت لي ايه هلا هم مرتاحة، انا بلبنان في عندي شوية عرب بدي اعمل لهم بيوتو. قلت لها اذا عم تكذبي على حالك عم تكذبي عليهم، يعني بفتكر من الاردن. قلت لها بس اللي بيكذب على نفسه كذب على الناس، هيدا علم التوافق، معين الدين الشستي خلاص. محمد وقت اجت لعنده وقالت له اختي ماتت ومنيحه كثير وهيك وهيك، قال لها حبيت نفسها؟ قالت له لا حبيت الغير، قال لها نفسي ثم نفسي ثم نفسي. شو كان اسمها؟ غير اسمي، محمد ما اسمه محمد، ما كان في حسن حسين على ايامه، حط اسماء جديده، علم ادم الاسماء، اسمه احمد ومحمد ومصطفى ومختار. تعرف شو اسمك واسم امك، واسمك واسم امك، بتجيبوا ولادي يتناغم معهم، حطوا علم الاسماء خلص. من وين هدي؟ تبعت لي اسمك واسمك بعمل لك اياهم، انت اعمله خلص. فاذا اقرا ايها العربي،